نظم ماستر مهن وتطبيقات الإعلام التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر أكادير ورشة تكوينية حول تقنيات تحرير الخبر الصحفي في الصحافة المكتوبة. ورشة أطرها الأستاذ عبد اللطيف الكامل صحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي بأكادير، وقرب من خلال هذه الورشة طلبة الماستر من أبجديات الكتابة الصحفية السليمة، وذلك من خلال تمارين تطبيقية ساعدت على ترسيخ الشق النظري من تقنيات التحرير الصحفي الصحيح. وكانت هذه الورشة فرصة للطلبة من أجل صقل مهاراتهم وإمكاناتهم في الكتابة والتحرير، وذلك من أجل أن ينتجوا كتابات تستجيب لمعايير المهنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء المقتضب على هامش الورشة الخاصة بتقنيات تحرير الخبر الصحفي صنف الصحافة المكتوبة والمقدمة من طرف الأستاذ عبد اللطيف كامل. مرحبا بك أستاذ. إذن في البداية نود تعريفا أكثر عن شخصية عبد اللطيف كامل. أولا أحييكم طلبة الماستر الإعلام وتطبيقاته على هذه الاستضافة. بالنسبة لشخصي بشكل مقتضب، من مواليد 1960 بمدينة أسفي، درست بتعليم ابتدائي بأكادير في أواخر السبعينات، ثم التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي بتارودانت، ثم الجامعي بمراكش في بداية الثمانينات، والسيكل الثالث ما يسمى بالماستر بالرباط سنة 1988. حصلت على دبلوم دراسة معمقة بالرباط، سبق لي سجلت رسالة دبلوم دراسة العليا حول التصوف، ثم عقبتها بعد ذلك برسالة الدكتوراه مع تحت إشراف الدكتور عمر حلي بمراكش سنة 2003 أو 2004 على ما أعتقد، ولأشغال مختلفة سياسية ونقابية وغيرها بقيت هذه الأطروحة إلى الآن مسجلة كرسالة في بمدينة مراكش إلى اليوم. مهنتي مارست التعليم بالتعليم الثانوي منذ أواخر الثمانينات إلى الآن، ثم بدأت أكتب في الصحافة المكتوبة ثقافية على الخصوص منذ 1994، ثم بجريدة الاتحاد الشرقي منذ 1998 إلى يومنا هذا. هذا ما يمكن أن نقوله بكل اختصار، يعني أزاوج بين مهنة التعليم ثم مهنة الصحافة المكتوبة. ما هي أهم المحاور التي تطرقتم لها رفقة طلبة ماستر مهن الإعلام وتطبيقاته في هذه الورشة؟ خلال هذه الورشة كما رأيتم ركزنا بالدرجة الأولى على تقنية كتابة تحرير الخبر الصحفي، ما هي ضوابطه ومكوناته وأساسه أساسياته فيما يخص طريقة كتابة الخبر بمنهجية مقدمة وعرض وخاتمة، ثم بمنهجية أخرى وهو استحضار جميع خصوصيات الخبر الصحفي من خلال أسئلته الستة الكبرى، ومن خلال طريقة عرضه بالتفاصيله من البداية إلى النهاية، ثم عنصر حد عن عنصر التشويق في 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 في, في, في الخبر. وعلى الخصوص تطرقنا إلى ما يسمى بالهرم المقلوب
والهرم المعكوس في الصحافة المكتوبة كيف يكتب، وأعطينا نماذج وأمثلة. كانت البورصة تطبيقية 100% من خلال مجموعة من الأخبار هي واقعية عشناها بجهة مساء الخصوص، وهناك أخبار أخرى وطنية اشتغلنا عليها. كانت تطبيق ميداني، التطبيقات كلها كانت بالطريقة بالأساليب المختلفة التي يمكن أن نحرر بها أسلوب خبرنا الصحفية. كيف وجدتم تفاعل الطلبة معكم؟ بالفعل أنا هذه المرة الثالثة أحضر هذا الفضاء، وكانت الدروس السابقة أنها حول صحافة أجناس بصفة عامة، لكن من خلال البورصة التطبيقية لمست تطور كبير بالنسبة للتفاعل إيجابي وتفاهم طبيعة الحال، والطلبة يملكون إمكانيات ومهارات هائلة في الكتابة الصحفية على الخصوص من خلال النماذج التي أنتجوها. شكرا. نود منكم كلمة أخيرة. كلمة أشكركم أولا على هذه الاستضافة، وطبعا الحال أتمنى أن يرقى طبعا الحال هذا الفضاء إلى ما هو إلى ما هو أجمل، لأنه طبعا الحال نحن نأمل منكم كطلبة طبعا الحال الشيء الكثير في الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والصحافة بشكل عام. نتمنى لكم أن تكون طبعا الحال تكون هذه هي انطلاقة حقيقية للصحافة بجهة سوس مساء. شكرا. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن التتبع وإلى اللقاء.